كابتن حمادة، آخر سؤال لحضرتك، يعني هل ممكن، سمعنا برضو ان النادي الإسماعيلي طلب برضو بعض اللعيبة من نادي من الأهلي، ومن ضمنهم جونيور أجاييه، هل الكلام دوت مظبوط وممكن نشوف أجاييه في النادي الإسماعيلي، ولا برضو الكلام ده ما حصلش؟ خالص ما فيش اي كلام عن النادي الاهلي ما في حصلش. اي لعيب نهائي خالص. احنا طبعا مركزين على عاوزين احنا ايه المرحله القادمه، وطبعا بنرتب كاداره فنيه ومع الجهاز الفني واداره التعاقدات ومجلس الاداره بنجهز المرحله القادمه ايه احنا محتاجين مين وبنشتغل على كده. يعني اي حد في النادي الاهلي او في الزمالك حاليا مش معروض علينا او ما فيش تجربة، لكن احنا بنتشرف طبعا لو في من اهلي او الزمالك او اي نادي في مصر عاوز يتعاون مع نادي الاسماعيلي وشايف ان في بينه مصلحه نأديها، لكن احنا ما فيش ولكن كابتن حمادة، اللجنة الفنية هل حاطة عينيها على لعيبة معينة في يناير ان هي تبقى موجودة في النادي الاسماعيلي؟ يعني في لعيبة مثلا انتوا تحت المنظار انتوا شايفينها ان اللعيبة ديت هتبقى موجودة في النادي الاسماعيلي في يناير؟ ما فيش كلام طبعا. احنا بنتكلم اساسي دلوقتي ان احنا بنتكلم على لعيبه مميزه، واللعيبه المميزه اللي انت بتتكلم مش هتكون في مصر. يعني خلينا نتكلم، بس في اماكن معينه مش موجوده في مصر، يبقى بالظبط. انت بتتكلم على راس حربه بشكل كامل الحته اللي